يعطيك العافية سيادتي. هلا أسيب كيفك؟ أهلا وسهلا. تفضلي ستو دان أمريني. مثل ما بتعرف أنا بشتغل بمجال الـ LBC، واليوم بالمصادفة اكتشفت إنه شريكي عم يجيب بضايع مهربة على المحل وعم يحطها من دون علمي. فضيت الشركة معه وإجيت أقدم بحقه شكوى. هي رقب عباس، ليه؟ خلي عناصرك يروحوا على نقطة التجمّر، وقلوا لمؤنس يكمل القوس ويروح باتجاه عبد الحي، وبعدين كلياتهم يجوا باتجاهي. لك لكن لكن باتجاهي يا عيني. يلا الله يقويكي. الله معك، الله معك. استلم. قولك قومي على حالك. مين رايح؟ يا سيدي ناما، ناما يلي قتلت الأستاذ آدم. وليه؟ انت اللي قتلتي. ها؟ ولك انت اللي قتلتي. والله ما قتلته يا سيدي، ما استرجعت. قومي على حالك. قومي وقتك، قومي وقتك. اوكي سيدي 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 يا زلمة، أنا والله كنت مع جمالة بالسيارة أنا والرادة. مين الرادة؟ هذا هو الرادة سيدي. ما بعرف شكلكم. ماما أنت الرادة. سيدي يا ابني قولوا. وين اثنين؟ أنا رقيب نصر سيدي. قومي تشوف. الله ما يوفقك يا زهرة. والله يا الله لا يوفقك لا أنت ولا هي. حسن مر خذي لنا جمعة خذي. على مالك على مالك على يدي دخيلك. والله ما نختم يدي. سيدي بدي يطلب من الطلب يا سيدي. تفضل. ممكن نشوف جمانة؟ جمانة شكرا عينك ليك بالسيارة. شكرا سيدي. لكن هيدا نصر. جمانة نصر قلقت عليك كتير عن جد. انت هلا بامان. هاي السيارة دافية. انا ما رح اسمح لحدا بالعالم يأذيك او يقرب منك او يلمس شعرة من شعراتك. تأكدي. انا مضطر انزل على الشام، في شغل ضروري. لسه لك حيل عالشغل. الواجب واجب. شو بدي ساوي؟ نصر وعدني بدير بالك على حالك. الله يوفقك. وعد. احترامي. هلا نصر. عيني هنت هلق بتروح مع الشباب على القسم مشان ياخذوا الفاتره. ماشي سيدي، بس في موضوع خطير انا لازم انزل عشان ضروري سيدي. طيب نصر انا عندي ثقه فيك. بعد اذنك سهيل، خلي حدا من الشباب ياخذ اقوالي بالسياره. خلص ما في مشكله. شكرا سيدي. ممكن اطلب منك طلب سيدي؟ تفضل. ممكن تنزل معك جمانة بالسياره عشان تكرم عينك. شكرا سيدي. احترامي. الله ما رفع عني صبر. عندي اياها بالدنيا كلها. اسأل الله. اسأل الله هديك الايام. اسأل الله.